هنبدا مع حضرتك اللقاء، لقاء اهلي وزمالك ديربي، لكن تحصيل حاصل في الاول والاخر. هو قصه تحصيل حاصل ده يعني انجاز كبير، انك بتنهي الموسم وانت فرق 11 بونت ان شاء الله بماتش النهارده. من قبل الماتش في 8 بونت فرق بين الاهلي وبين الزمالك. تمام، انت الحمد لله بقالك سنتين بتحقق انجازات، محقق الثلاثيه، محقق كاس مصر، بطوله افريقيا ال 14. انجاز كبير للجهاز الفني، انجاز للجهاز، للمجلس الاداره اللي موفر كل حاجه للجهاز، لعيبه وامكانيات وادوات. يمكن لسه بتكلم مع كريم، الادوات اللي جابوها السنه دي احدث اجهزه وتكنولوجيا عشان الاولاد الصغيرين يتعلموا، ومطلع اجيال جميله. فمبروك للاولاد، ان شاء الله نتمنى يعملوا ماتش كويس النهارده، ينهوا بيه البطوله، يبقى شكل النادي الاهلي حلو، لان ده نهايه الموسم هيفضل في الذاكره. ويمكن اتكلمت مع محمد عادل قبل الماتش، اخباركم ايه النهارده؟ طبعا عندهم في برد عند اكتر من كذا لعيب، محمد عبد المنعم عيان، عبد الرحمن سعودي عنده برد، احمد صلاح عنده شد. قلت لهم اياكم، الماتش بيتذاع وقناه طبعاً الاهلي بتذاع، ودي جماهير النادي الاهلي، عايزين نفرحهم ونختم طبعاً الموسم كويس. وهم فعلا وعدوني انهم يعملوا ماتش كويس وينهوا الماتش كويس ان شاء الله يا رب باذن الله. اكيد كابتن ممدوح هتواصل مع كابتن محمد عادل، لان هو حماه، فدايما في كلام كتير بينه وبين كابتن محمد عادل.